أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل زيارة المسلم لجاره الكافر في حال مرضه وأفراحه وتهنئته بأعياده يعتبر من المودة للكفار؟ أما التهنئة بالأعياد لا يجوز هذا، ولا يجوز إقرارهم عليها ولا مشاركتهم فيها ولا الهدية لهم ولا تأجيرهم محل يقيمون فيه الحفل ولا أكل طعامهم الذي يصنعونه في هذا الحفل، لا يجوز. المسلم يبتعد عن أعيادهم، يبتعد عن أعيادهم. مش بقية السؤال؟ والتعزية زيارتهم حال مرضهم. الزيارة حال المرض إذا كان القصد منها الدعوة إلى الله، لعله يقبل الإسلام ويموت على الإسلام، فرصة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم وهو على فراش الموت ومات مسلما، وزار عمه أبا طالب وعرض عليه الإسلام وقاله قل لا إله إلا الله. فإذا كان الغرض من زيارة المريض الكافر دعوته إلى الإسلام هذا شيء طيب. نعم.